مرحبا في قناة مول الماز على يوتيوب. مرحبا، اليوم رح نحكي عن رينج ميكر، سي ان سي رينج ميكر المستخدمة للتصميم على الأساور والخواتم. بالبداية حنحكي عن سوفت وير، بالسوفت وير جدا بسيط مثل ما شايفين، محفوظ عنا كافة التصاميم، أكثر من 2000 تصميم، وأيضا فيكم تدخلوا تصاميمكم بعد استخراجها من أي برنامج كاد. مثل ما شايفين عدد كبير من التصاميم موجودة. آلة رينج ميكر تحوي 4 محاور رح نحكي عنهم هلأ. المحور الأول هو محور X1، وعندنا المحور الثاني اللي هو X2 مثل ما شايفين الدوران. المحور الثالث Z1 يلي هو مثل ما شايفين تحرك على إلى الأعلى. والمحور الرابع اللي هو C1 مثل ما شايفين هو دوران الكاتينج تول، حامل الكاتينج تول. رح نحكي هلا عن الرؤوس المستخدمة ضمن هي الماكينة. نحكي بالبداية عن الرأسين العموديين يلي هن يستخدموا للسي ان سي تولز. عندنا الرأس الأفقي اللي يستخدم للباك جراوند، وعندنا هون رأس الكاتينج تولز مثل ما شايفين. بعدين ننتقل للهامرينج وايضا للنيوماتيك هيد. بشكل عام نحن عندنا 5 رؤوس. رح نحكي عن محركات السيرفو موتور. عندنا 4 محركات، 3 منهم مثل ما شايفين 400 واط، 1 2 3، والمحرك الرابع اللي هو 750 واط موجود خلف الماكينه. هلا حنبلش بمثال تصميم بسيط جدا، يلا لنبلش سوا. مثل ما شايفين الاعدادات جدا بسيطه، عم نخفف السرعه بالبدايه، اخترنا عمق القطع 0، وحنبلش هلا عمليه التصميم. شايفين خلصنا تصميمنا، استخدمنا قلمين يلي هنن البوسالوكس يلي هنن باك جراوند. واي سؤال للطلب والاستفسار فيكم توصلوا لنا على واتساب. مع السلامه، باي.